اهلا وسهلا بحضرتك. قبل ما اقول لكم الاخبار هاخد بس بعض التعليقات. رمزي بيقول انه بينصح مسؤولي الانتخابات في مصر التنبيه على المراقبين الا ما يهزروش قدام الناخبين عشان ده بيدي انطباع وحش، وبيطالب بمراقبه بكاميرات زي كاميرات الافراح عشان ما تجيش المعارضه تروح مفتعله ازمات وتروح واخده ده دليل على ان كان في اعتداءات عليها او حاجات كده. طب ما بتبقى في كاميرات، بس هو عايز كاميرات نسجل من البدايه للنهايه. ما اعتقدش مش في مصلحه حد ان تبقى في كاميرات. مايكل، بس انا معاك مع الكاميرات يعني. بس مايكل بيقول انا مسيحي، واضح يا مايكل ومش فارقه كتير، انت مصري، وارفض التصعيد ضد مصر في امريكا لان في حمله شرسه ضد مصر عشان التدخل فيها زي العراق. بيقول لك الصحف والمواقع الامريكيه كله بيمهد وقاعد يهاجم مصر هذه الايام. مساء الفل يا اسامه درويش من دفرة. فاضل كان بعت اسئله للدكتور سيد البدوي، مش معانا الدكتور سيد البدوي. مساء الخير يا امل. ام مريم بتقول انا مرعوبه اروح انتخب، الاخوان عاملين تخويف وهددوا امبارح على المواقع انهم هيريقوا الدماء وعند صناديق الانتخاب، يعني انصارهم يرشحوهم براحتهم واللي مش رايح ينتخبهم يعتدوا عليه، فين الحمايه؟ ولما الاخوان قالوا انهم هيضطروا يعملوا ثوره دمويه ده معناه ايه؟ ده معناه كلام يخوف. محمد عفيفي بيقول شكرا على البرنامج وبيشكر الاستاذ محمود سعد. مجد العراقي بيطالبنا بالاهتمام بالشباب شويه لان دول مستقبل مصر. ساره بتطالب، عندها اقتراح ان احنا نزيع من بعض محافظات مصر، وبتستشهد بحلقه تامر امين في السويس. معك حق، ان شاء الله في مناسبات مختلفه هنكون موجودين معاكم في المحافظات ان شاء الله. خليني اقول لحضراتكم اخبارنا ايه النهارده. السيد رئيس الوزراء افتتح 3 مشروعات للنقل والكباري بالقاهره، امتداد رمسيس اخر مرحله في رمسيس، دي المرحله ال11 ودي المرحله الاخيره لكوبري اكتوبر. نتمنى ان ده يفك الاختناق شويه. ايضا افتتح النهارده السيد رئيس الوزراء طريق القاهره السويس بعد تطويره ومسافته 7.5 كيلو مترات بتكلفه بلغت 150 مليون جنيه. السيد رئيس الوزراء النهارده ادى اشاره البدء انطلاق الدفعه الثانيه من اتوبيسات هيئه النقل العام المطوره اللي هي الشيك الحليوه دي اللي شفناها قبل كده، وقال ان الدفعه الثالثه هتكون اوائل العام القادم، علشان كده يبقى عندنا 1100 اتوبيس. يا رب يا رب نشوف الاتوبيسات كلها نظيفه ومحترمه وادميه. السيد رئيس الوزراء على هامش هذه الافتتاحات قال كلام مهم النهارده عن الانتخابات، وقال انها هتتم باشراف كامل من اللجنه العليا للانتخابات. خلونا نشوف هذا التقرير وارجع لحضراتكم تاني. افتتح الدكتور احمد نظيف عددا من المشروعات بمحافظه القاهره هدفها محاوله حل الاختناق المروري، فقد اعطى اشاره البدء للدفعه الثانيه من أتوبيسات النقل العام الجديدة للنزول للشوارع وخدمة المواطنين. مشاكل المرور في القاهرة الكبرى من المشاكل الرئيسية اللي المواطن المصري بيعاني منها باستمرار، وبالتالي الحكومة باستمرار بتهتم بإزالة هذه الاختناقات اللي بتبقى موجودة في اتجاهين رئيسيين. الاتجاه الأول هو تطوير هيئة النقل العام، وهيئة النقل العام اللي هي الأتوبيسات احنا وعدنا بتطويرها وبدأنا المرحلة الأولى، يمكن افتتحناها فكنا في القرية الذكية. النهاردة المرحلة الثانية، يعني داخلين في حوالي 600 أتوبيس جديد من اللي هو اللون الأحمر ده، الناس مبسوطة من هذا الأتوبيس واحنا بنطوره. في مرحلة ثالثة كمان هتزودهم ل 900 أتوبيس السنة الجاية. النهاردة عملنا 150 أتوبيس جديد منهم نسبة بالغاز. طبعا بالشكل ده احنا دخلنا تقريبا في حوالي 480 أتوبيس في الخمس أشهر اللي فاتت. كما افتتح المرحلة الأخيرة من كوبري 6 أكتوبر والتي تكلف 30 مليون جنيه واستغرقت عاما ونصف. كوبري أكتوبر النهاردة يعني بنحتفل يمكن بإتمام بنائه بعد يمكن 40 سنة تقريبا، 40 سنة من بدء إنشائه بآخر مطلع اتعمل عليه ومنزل كان اتعمل قبل كده السنة اللي فاتت. النهاردة بنعمل المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة عبارة عن مطلع من امتداد شارع رمسيس إلى أعلى الكوبري، يبقى الطريق السطحي هيظل محلي للي قاصد منشآت أو شوارع أسفل هذا الكوبري. أنهى الدكتور نظيف جولته بافتتاح طريق القاهرة السويس بعد أن تم الانتهاء من تطويره. النهاردة احنا شايفين الطريق ده كان مختنق جدا لأن ده بيربط القاهرة الجديدة مع القاهرة،
ومصر الجديدة، وفي نفس الوقت هو المدخل من ناحية السويس. طول الطريق 7.5 كيلو. عملته المحافظة مع جهاز تعمير القاهرة، اتكلف حوالي 35 مليون جنيه بغير تحويل المرافق. فإذا المشروع تقريبا اتكلف فيه مجمله 150 مليون جنيه. هي المشروعات دي الحقيقة فيها بنية تحتية، وده بنتكلم على استكمال المرحلة الأخرانية بتاعت كوبري أكتوبر، وبنية تحتية أيضا لفتح شريان بين القاهرة الجديدة مع طريق السويس والمحافظات الشرقية مع القاهرة الكبرى، وبعدين فيها بنية فوقية اللي هي الاتوبيسات الجديدة. دي المرحلة الثانية. المحافظة القاهرة هي اللي عاملة المشروع ده الحقيقة. هتوصل لحوالي أكتر من 600 اتوبيس في المرحلة الحالية، هيعملوا مع البنية التحتية اللي بتتعمل تكامل لفتح شريان القاهرة الكبرى. دكتور نظيف كمان قال على هامش الافتتاحات، قال تصريحات تانية منها ان الانتخابات البرلمانية ان الحكومة هتكون مهمتها فقط تأمين الانتخابات، وان اللجنة العليا للانتخابات اعطت لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني حق المتابعة، وسوف نثبت للعالم كله شفافية ونزاهة الانتخابات البرلمانية المصرية القادمة. نتمنى يا دكتور نظيف. اللجنة العليا للانتخابات النهاردة قررت عمل التعديل لجان الفرد من أقسام الشرطة إلى مراكز الشباب، وقالت إن لجان الفرد دي هتكون من رئيس كل لجنة عامة وعضوين اثنين من رؤساء اللجان الفرعية طبقا للقانون. خلونا نعرف ونسمع من السيد المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات. مساء الخير سيادة المستشار. اهلا، مساء الخير. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله وانت بصحه وسلامه، ربنا يخليك. ربنا يخليك. اللجنه النهارده كان لها مجموعه من القرارات. نعم. فممكن نعرف ايه هي القرارات دي من حضرتك؟ هي اللجنه العليا للانتخابات اصدرت 8 قرارات تتعلق بتنظيم سير العمليه الانتخابيه في يوم الانتخاب، منها تشكيل رؤساء واعضاء اللجان العامه وتشكيل اللجان الفرعية من رؤساء ومندوبين وأمناء وأعضاء، وتشكيل تحديد مقر لجنة الفرد زي ما حضرتك تفضلت، وتعديل هذا المقر إلى أماكن أخرى بخلاف أقسام الشرطة، وتحديد مقر اللجان الفرعية، يعني العديد من القرارات اللي هي بتنظم سير العملية الانتخابية. تمام. الإشراف على اللجان دي، تشكيل لجان هيضم 2286 من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة. بالضبط كده 2286 تماما. ده إشراف على 44500 لجنة انتخابية فرعية. نعم بالضبط. في 9777 مقر. بالضبط كده، مقر انتخابي. اللي بأكد عليه ان 2286 مقسمين على 254 لجنة فرعية. منها 36 لجنة خاصة بمقاعد المرأة و 232 لجنة خاصة بمقاعد المرأة و 222 لجنة عامة للمقاعد العادية. سيادة المستشار، هي كانت اللجان ليه في مقر أقسام الشرطة وليه خرجت منها؟ هو القانون نص على كده بالمناسبة، ان يكون مقر لجنة الفرد داخل اقسام الشرطة، لكن نعم. اللجنة عشان تعطي للجميع احساس بانها بالراحة النفسية ان المسألة مش داخل قسم الشرطة، اعطت هذه المسألة ان هي يتم الفرد في مراكز الشباب او في المعاهد القومية او في الجامعات، بحيث ان يبقى الجميع متواجد داخل هذا المكان ويتابع المسألة عن كسب ويتبين للجميع مدى الشفافية التي يتم بها هذا الفرد. هل اللجنة صلاحية انها تتخذ قرار ضد القانون او مخالف لنص قانوني؟ لا تملك اللجنة ان تخالف القانون، لان اغلب اعضاء اللجنة العليا للانتخابات من قرار رجال القضاء، فمن باب اولى تلتزم بالقانون. تمام. مع القدوة لغيرها. انا بسأل السؤال لان حضرتك قلت لي انها بس القانون بيقول انها في اقسام الشرطة. هي مرونة في المسألة بحيث ان هي تعطي الراحة النفسية للناخبين والمرشحين، مش مخالفة للقانون. طب اذا حد طعن على ده مش ممكن؟ لا لا لا, لا 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 بالعكس، يعني هي بتعمل على راحة الناخبين. نعم. والمرشحين. نعم. فكيف يتأتى ان يتم الخاسر او اللي مش مستفيد او اللي كان مستفيد؟ يعني احنا لما بنقول للناس جميعا تعالوا شوفوا اجراءات الفرز وتابعوها بنفسيكوا، يبقى متضرر ولا يتم الفرز في داخل مكان مغلق والكثير لا يعلم ماذا حدث في هذا المكان المغلق؟ سؤالي سيادة المستشار، يعني قرار اللجنة متحصن قانونا؟
متحصل قانون تماما. اللجنه العليا للانتخابات هي اللي تشرف على كافه المراحل العمليه الانتخابيه، هي صاحبه الاختصاص الاوحد في هذا الشان. سياده المستشار سامح الكاشف بذكر حضرتك جدا. النهارده السيد وزير الداخليه كان عامل اجتماع موسع مع مساعدي الوزير للمناطق والقطاعات الجغرافيه ومدير الامن ومدير ادارات البحث الجنائي. الوزير اكد خلاله ان اجهزه الشرطه هتتصدى بكل حسم لكل من يخالف القانون. الوزير استعرض الاجراءات اللي تمت لتامين اللجان الانتخابيه والعمليه الانتخابيه كلها، وقال ان في ناس بتستغل الانتخابات ما فيهاش مظاهرات، مش مسموح بمظاهرات، اللي هيحاول يعمل ده لن نسمح لاحد ان يعوق حركه المرور او يثير فتنه او يعطي فرصه لاندساس عناصر اخرى وخلافه. نتمنى مره ثانيه ان كل شيء يتم على خير في هذه الانتخابات. الاداريه العليا النهارده دائره فحص الطعون بالمحكمه الاداريه قررت الغاء الحكم الصادر بالزام اللجنه العليا للانتخابات بزياده اعداد القضاء المشرفين على اللجان العامه على النحو الذي يحقق الاشراف القضائي على العمليه الانتخابيه دون التقيد بالحد الاقصى الذي قرره قانون مباشره الحقوق السياسيه. المحكمه قالت في اسباب حكمها انه ثبت لديها ان تنفيذ حكم القضاء الاداري سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، فضلا عن ان المصلحه تكمن في اجراء الانتخابات في موعدها باعتبارها امر يتعلق بنظام الحكم في الدوله يسمو على اي مصلحه اخرى. يعني دلوقتي علشان ناخد قرار زي ده يعني الانتخابات تتاجل، يعني نقعد تاني ونشوف قضاه ونشوف نزودهم ولا لا. فدائرة الطعون قالت لا خلاص الانتخابات ماشية وكل شيء كما هو. لكل حاجة حاجة، يعني لكل وجع دماغ في خير عند ناس كتير، في مهن وناس الخطاطين والناس اللي بتشتغل في الانتخابات دول ما يهمهمش وجع الدماغ وما يهمنيش انا مع مين، انا مع المرشح اللي هيديني اكل عيش. الايام دي في من المهن اللي عايشه يومين كويسين ربنا يفتح عليهم كمان وكمان ويفضلوا طول الوقت، مهن الفراشه. خلونا نشوف تقرير عاملينه مع الناس اللي بيعملوا فراشه وبيستعدوا للمؤتمرات وخلافه قد ايه ناس دلوقتي محتاجين، اعتقد في ازمه يعني. خلونا نشوف التقرير وارجع لكم تاني. اساسا بنعملها علشان تحافظ على اليافطه. البوابه عباره عن خشب وقماش، عروق خشب وقماش، بتبقى القماش احنا ساعات بنعمله على ظهره وبنعمله على وشه، بعد كده بنجيب اليافطه وبنضربها بيس بنعلقها. البوابه بتحصل مثلا ما بين 200 جنيه و250 جنيه، في اماكن تانية ممكن تلاقي مثلا زي مدينه نصر او مصر الجديده يعني بتاعت 500 جنيه. الاسعار بتختلف عشان العمالة بتختلف. بنعمل حاجة تانية في الانتخابات اللي هي السرادقات بتاع اللقاءات، عبارة عن مكان ليه ترابيزة رئيسية فيها ميكروفون، إضاءة، كراسي مفروشة، مساحة 10 متر في 10 متر مثلا، بنعملها له ب 500 جنيه بكراسيها بترابيزاتها بالكلام ده كله. التركيبات بتاخد يوم سواء فراشة وكهرباء، يعني بيقول لنا مثلا الصبح الساعة 9:10 على المغرب بنكون مخلصين كل حاجة. مستنيينها أكتر من البوابات لانها يعني في شغلتنا بتعمل فلوس كويسه اكتر من البوابات. ده تفرق اكيد، بس برضك اللي بيفرق اكتر اذا كان هو بيقدم خدمات او ليه سابق خدمات قبل كده مع المواطن ولا لا. دي ما تعصر، دي ممكن تعصر على المواطن اللي هو العادي خالص او تحت العادي اللي ما عندوش اي ثقافه. مش مقياس كم اليافطة اللي انا شايفها في الميدان ان هو دليل على نجاح المضمون ايه. مش شرط ان هو مثلا يعمل دعايه كتير وكله، بس ممكن بفلوسه يعمل دعايه بس ما بيعملش خير للناس. ممكن اخد كلامه تمام كده، بس انا مش المشكله مش كلها في اللوحه او الاعلان بس، المهم اشوف الكلام ده هل صادق بغض النظر عن اللوحه او الاعلان اللي محطوط.